طمني يا دكتور. بصراحة يعني الوضع اللي أنا فيه ده ربنا ما يوريه لحد. والله عندك حق. أسبوعين. تقصد إيه يا دكتور؟ هو العيب فيا أنا؟ مفيش عيب ولا حاجة، اتفضل استريح، مفيش عيب ولا حاجة. اتفضل. دكتور والدتها كانت قالت لي ان في حالات شبه كده واتعملت لها عمليه، هو ده ينفع؟ ان شاء الله مفيش عمليه ولا حاجه. حضرتك هتعدي عليها بكره في المستشفى بالورقه دي وان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور انا تمام. تمام بجد بجد حبيبي. صل على النبي يا حبيبي، صل على النبي. ابوسك. صل على النبي قدامي حبيبي يا دكتور. قوم ايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن عملوا ايه؟ عملوا انا باريزة. ايوه يا زكي رجعت. امال بكلمك ازاي من النمره دي؟ طمني الاول، الراجل لسه بيدور عليا. دكتور هو حضرتك تعبان ولا حاجه؟ شويه يا حنان، فاضل كام كشف بره؟ 5 بس. لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 لا، الناس اللي بره ملهمش ظهر. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوه؟ يا ريت. هعملها لك بايدي والله مش بايد صلاح. هوا حنان تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله هي مزنقه مع حبتين بس هي ماشيه خير. اللي ناقصكوا انا هكمله بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زي تينا وسما، وانا يهمني اطمن عليك يا حنان. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما اروح اعمل القهوه. يلا من حق افكر. يا سلام. يوم 12 براحتي. ومفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجرس باك على المأذون يعني ولا ايه؟ لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوتة في الدنيا وليها طلبات وشروط. يا نهار اسود اقفل دلوقتي. باي باي باي. ثانية واحدة. يا تينا من امتى بتقفلي على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبه مش لازم نحرس. اف الريحه الغريبه اللي في اوضتك دي. ده ريحه ايه؟ ده عمامه غوري تلاقيك مولع حاجه من شويه انا كنت فاتحه الشباك. عمر اتاخر قوي. ما تلاقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي اوفر.
ما انت ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح مدرستك الصبح. نامي هنيم. صباح الخير. فقعتي قلبي. كلمي روحك بنتي هنادي. ما تعرفيش عروسه راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي. امال هتكون راحت فين بس يا ربي؟ قفشتي بتدوري عمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوه جرايح يا حبيبتي. عفريت طلع لك من العلبه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي خضتيني قوي خضتيني قوي. عملة ايه اللي هزورها دي كمان؟ جنيهات وبرايس فضة. ما انا راسي العفولة حبيبتي. ايه؟ هزور عملة؟ على فكرة ده شغلي. وكمان بتشتغلي فرع العصابة؟ ايه؟ انت بتقولي ده مش فاهمة أي حاجة. دي فضة أصلي وأنا بنقش عليها وبنحت تراثنا، تراث بلدنا وبنبيعها للسياح، فهمتي؟ اشتغالة دولي يعني. طيب ما تقولي كده من الاول. تاخدي الزبونه باخضر تقلبيه وتلبسيه على انها اثار برضك تزويق. باخضر؟ على فكره انت بني ادم مش طبيعي مش طبيعي. على فكره انا بني ادمه، انا واحده ست. كل ده كل ده وتقولي لي بني ادم؟ مش طبيعيه على فكره مش طبيعيه. يوه على فين يا حبيبتي؟ ما ترسيني على الدور يمكن اخدمك. لمار انت فين يا بنتي؟ انا داخل عليكي. اصل كنت قاعده في اوضتي ولقيت الجو خانقه قوي فقلت انزل تحت بقى اشم هوا نضيف واشتغل شويه. وايه اللي مشاكي من هنا؟ لقيت الجو هنا خانقه اكتر من اوضتي يا تينا. تحبيني يا حبيبتي ركب لك مروحه سقف عشان تطري على قلبك؟ وعلى ايه يا حبيبتي؟ موجود حضرتك كفايه على فكره. الله، هو احنا هنقبح ولا ايه ونغرس في الحوار؟ بقولك ايه، الغرسه دي ان شاء الله رجلك هتيجي فيها. البيت ده ليه قواعد واصول واللي هيبعد عنها يخش في حيطه سد. كل سد يا حبيبتي وليه خرم يعمل سرسوق يخش في النافوخ بشنيور ويزن لحد ما يجن. جن لما يلخبطلك. بقولك ايه، اوعي تفتكري ان انا قاعده في قصور وفلل والكلام القلباندا ده يخيل عليكي. لا يا حبيبتي، ده انا مش شرابيه، وقت الجد بيطلع العاطفه. تينا 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 يا حبيبتي معلش معلش اهدي. وانت عيب عيب اللي انت بتعملي ده. اتفضلي يا تينا حبيبتي. بردون لمار بردون. مفيش مشكله حبيبتي. شرابيه وبردون تبقى ازاي دي؟ بانو 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 على اصلكو بانو. دي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفه وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. يا دي النايبه السودا، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش الحوض ايدينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سبناه على الحال ده المركب هتغرق بالكل. تنويت على ايه يا ورور؟
القضبان ليه جميل في رقبة رجالة ياما، واللي عليه دين بقى يسده.